الفجوه هاي الموجوده نتيجه سوء معامله بعض افراد، تصرف شخصي من القوات الامنيه ادى الى حدوث ثغره وفجوه بين المواطن والقوات الامنيه. من خلال معارك التحرير، شاركنا بمعارك التحرير الى ان كملت التحرير المحافظه، ردمنا هاي الفجوه الموجوده بيننا وبين المواطن. نحن قريبين جدا على المواطن، ومن هو المواطن؟ هو كله خال وبنخت قرايب، ماكو واحد غريب عندنا. العلاقه جيده ويا المواطنين، سبب تحقيق الامن هو الله، فضل الله سبحانه وتعالى، تعاون المواطن وجهود القوات الامنيه. مثل ما تعرفون القوات الامنيه هم، احنا ما عندنا نظام انه ساعه واحده ثنتين بالاربعه النزول وتروح للبيت، ما عندنا، احنا عندنا نظام الاجازات، يعني افواج الطوارئ الموجوده بالشارع ينزلون 10 ب10 مديريه الاقسام اسبوع باسبوع. فالشرطي يشوفه على مدار الساعه انه بالشارع واقف على مدار الساعه، 6 ساعات واجب، 3 ساعات استراحه، 3 ساعات واجب، 3 ساعات استراحه، شوفوا دائما يعمل بالشارع. الغالب منه هو خدمه المواطن، سهر على راحه المواطن، ممتلكات الناس، اعراض الناس، الحفاظ على المدينه. اللي نطمئن منكم باعتباركم انتم جهه، احد الجهات الموجوده بالمحافظه واللي تعمل على تقريب وجهات النظر بين الناس كلها، انه مزيد من التعاون بين المواطنين بالاجهزه الامنيه، المزيد من التعاون. احنا لدينا خطه ان شاء الله، اذا المحافظه نصبت كاميرات في الجانب الايمن والايسر، طلبنا منهم نصب كاميرات في الجانب الايسر، كاميرات عن طريق المحافظه. هذه الرابطه حبت انه تفتح فرعها في نينوى بعد الاحداث اللي المريره اللي مرت فيها المدينه باهداف واضحه، وهو الهدف الاول المحافظه ورفع شان الثقافه الموصليه ما شاء الله، والهدف الثاني هو الملف العشائري والانساب، والهدف الثالث اكيد السلام اللي يهمنا جميعا. اضيف لها الفقره الاخرى انه عمل الرابطه على محورين، المحور الاكاديمي والمحور الميداني. استطاعت المدينه بناسها الخيرين ان يجسموا ويحددوا هذه الامور بشكل كبير، فكانوا سند وعون للقاده الامنيين اللي مواقفهم البطوليه، واحنا نشكرهم كل الشكر عن ما قدموه لهذه المدينه. حتمت عليها ان يسكنوا في كردستان، هم من اهل الموصل. حقيقه تواصلنا وياهم من خلال 30 او اكثر من 30 زياره في كردستان. اهداف الزيارات كانت الحث على نبذ العنف الطائفيه ونبذ الخلافات، من الضروره القصوى انه تتوحد الصفوف والقلوب والايادي في سبيل عبور هذه الازمه الكبيره اللي مرت بها المدينه، واللي دفع ثمنها بالدرجه الاولى هو المواطن بدون استثناء.